أصل وإياكم في فقرات حلقتنا لهذا اليوم مع التفاؤل ومع المزاج السليم، خلينا نقول الجيد، واللي يحتاج من عندنا أنه إحنا أيضا نبذل مجهود حتى يكون مزاجنا جيد، بالإضافة إلى الأمور ممكن نقول في بعض الأحيان تكون غير متوقعة ممكن تحدث خلال هذا اليوم، ولكن لا بأس بإعادة ترتيب الأولويات والأمور المهمة، وممكن ما أشغل بالي ببعض الأمور اللي خلينا نقول ما تأخذ من تفكيري وهي ممكن تكون بسيطة جدا حلها. إذا خلينا مع بعض الخطوات المهمة اللي راح نتعرف عليها من خلال فقرة ثقف نفسك، وكيف نستطيع أنه نحسن مزاجنا بشكل جيد. حتى نحسن هذا المزاج بشكل جيد هناك علاج السلوك المعرفي، إذ أن السلوك المعرفي هو نوع من العلاج بالكلام يمكن أن يساعد على تعلم تطوير استراتيجيات التأقلم لمجموعة من حالات الصحة النفسية من بينها القلق وكذلك الاكتئاب. وأوضحت الدكتورة ليان بأنه البحث في العلاج المعرفي السلوكي قد أظهر أنه يمكن أن يكون فعالاً في رفع الحالة المزاجية وتحسين مستويات الطاقة. أيضاً من الأمور التي تحسن المزاج هو الغذاء، إذ يلعب دور مهم فيما يأكله المرء دوراً حيوياً في شعوره، ويعد تناول نظام غذائي متوازن أمراً حيوياً لصحة نفسية جيدة من خلال استهلاك مجموعة من الفيتامينات وكذلك المعادن والعناصر الغذائية الأساسية، حيث يتم إمداد الجسم وبالتالي الدماغ بالوقود الذي يحتاجه ليعمل بشكل صحيح بما يشمل تنظيم الحالة المزاجية. كذلك فيتامين B12 مهم لإنتاج مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية مسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية، من حيث أنه جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج B12 بنفسه إلا أنه يمكن استهلاكه بسهولة من خلال المكملات الغذائية، وكذلك هو موجود في الأطعمة وكذلك موجود في الحبوب. وأخذ قصة كافي من النوم أيضا له دور في الحالة المزاجية، ونلاحظ أنه 7 ساعات إلى 8 ساعات من النوم هي ممكن تكون كافية للشخص حتى يكون مزاجه جيد. أيضا ممارسة الرياضة يوميا مهمة جدا، إذ أنه من المعروف بأن التمرينات تعزز مستويات الناقلات العصبية وتساعد على الشعور بالسعادة مثل الدوبامين والإدرينالين والسيروتونين، كما تؤدي ممارسة التمارين الرياضية إلى زيادة هرمون الإندروفين الذي يرفع الحالة المعنوية والمزاجية بشكل طبيعي. إذا كانت بعض ممكن هذه الخطوات، وكذلك ممكن مسألة العبادة هي واحدة من الأمور اللي تشعر الإنسان بالحالة النفسية المستقرة واللي بها الكثير من الفوائد. نعم أحسنتي سوزان. أيضا من المعلومات اللي يعني يقول العلماء أنها مفيدة جدا للاكتئاب وتغيير الحالة المزاجية هي الخروج بالطبيعة وتحت أشعة الشمس، طبعا بجو معتدل مو حار، مع نسمات الهواء، يعني مثل الجو حاليا في هذه الأيام فصل الربيع أو فصل الخريف، الأجواء صار جدا حلوة خاصة بالمناظر الطبيعية بالحدائق، كلش أنه ممكن يغير جو للأشخاص اللي ممكن أنه يتعرضون إلى اكتئاب أو غيره. وأيضا ذكرتي مهم جدا ممارسة التمارين الرياضية يغير المزاج تماما، يعني صحيح هواية من الأشخاص يمكن يقولون أنه قد نحتاج أنه إلى مزاج أو خلق حتى أنه نلعب رياضة، لا بالعكس، إذا مارسنا رياضة راح يصير عندنا مزاج إن شاء الله. المزاج كله مثل ما ذكرنا إحنا اللي نخلقه وإحنا اللي نخلق لنا الأجواء.